أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان هو قبل الفطور، حيث خصنا هنسالوا الرياضة نمشيو ناكلوا. دونك هذا هو أفضل وقت. الناس اللي ما كيقدروش يمارسوا الرياضة قبل الفطور يقدروا يمارسوها ساعتين من مورا الفطور، دونك مورا ما كلاو ويحسبوا ساعتين ويقدروا يديروا الرياضة. أو الناس اللي كيفيقوا بكري يقدروا قبل السحور يديروا الرياضة ويتسحروا.